يا جمال بلح البحر كده وهو نازل على الجريل وجنبيه الخضار بتاعه والبهارات، الطعم بتاعه حكاية. أطلانتيك موجود في أرض يعقوب قدام مسجد الرواس في المذبح، بيبيع سمك وهو في المذبح، حاجة بصراحة من الآخر. الطعم عنده حكاية، شوفوا المنظر والجمال والحلاوة، عنده كل أنواع السمك من البحر الأحمر والبحر المتوسط كله موجود، وعنده استاكوزا حكاية يا جماعة. شايفين منظرها وحلاوتها؟ ولا كمان الدنيس والوقار والمرجان والبربوني، يا جمال البربوني. وكلكم بقى وإيه، صينية البطاطس بالسمك، يا جمال الصينية وطلع كده منها الدخنة. ولا بقى إيه السنجاري من الآخر يا جماعة، وكلكم والجمبري بجميع أنواعه عنده. وبصراحة أنا ما صبرتش كده لما عملها ورقه وحطها على الجريل، فقلت امد ايدي من عز السخونيه كده واطلع واخد شمه. شوفوا المنظر والجمال والحلاوه، الاستاكوزا عنده حكايه، والسمك السنجاري بجميع انواعه عنده حكايه، وعنده كمان الخلطات السحريه اللي بيحطها عليه. وكلكم بقى وايه المقلي عنده يا جماعه، يا جمالك يا حبيبي عين موسى. ولا الجمبري كده شكله يفتح النفس. وكلكم بقى والهزه كده اللي بتتهز بتاعت السي فود وتتحط على المكرونه، يا جمال المكرونه. تخيلوا بقى الطبق ده بالسي فود ب100 جنيه عنده. أطلانتيك يا جماعه جامد، والمفاجاه ان أطلانتيك عامل لنا لصفحه اكله عدنان 15% خصم، وروحوا اضربوا من عنده الجمبري والسمك وكل انواع السي فود. أطلانتيك يا جماعه حكايه، وكل حاجه عنده معموله كده بضمير. شوفوا المنظر والجمال والحلاوه، والحاجه وهي محطوطه كده لوحدها تاخدنا العالم تاني. يا جمال المكرونه وحلاوتها، وكلكم والسي فود بقى، الشوربه بتاعته الاستاكوزا من الاخر هتخلينا ننور كده واحنا ماشيين في الشارع بالليل في الضلمه. انا بصراحه بقى قلت كده اخد الاستاكوزايه واقشرها كده تقشيرايه، واقول لنفسي اضرب يا ابو عدنان عشان الاكل جنان وحلاوه وطعامه. شوفوا منظر كده وحلاوته، وقلت كده بسم الله، وجات لي رعشه وتثبيته مع غمزه بسيطه. كل الشكر للساده المحترمين اصحاب اتلانتيك، وبصراحه انا مبسوط بالاكل عندكم، والخصم طبعا مستنيينه منكم ال 15%. وطبعا الاخ اللي واقف ده بيبص ليه، كل الشكر ليكم، وصباح الفل عليكم ومساء الفل عليكم، والمذبح واهل المذبح والسيده زينب على راسي.